السلام عليكم، ازيكم بنويت؟ عاملين ايه النهارده؟ فيديو جديد من يتي سمايل. ان شاء الله النهارده هنشوف مشترياتنا بقى من الدلع والمكياج والاكسسوارات والحاجات دي باسعار تحفه جدا جدا. تعالوا بقى نشوف جبنا ايه. اول حاجه، عارفين الشنطه دي اللي هي بيكون فيها سته من البادي ميست؟ تخيلوا جبتها بكام. السته جبتهم ب 40 جنيه. الستة ب 40 جنيه. طبعا اكيد اول ما جبتها، ما طبعا كله شير، خد اللي خد كله. ف طبعا مش جبتهم كلهم الستة ليا، انا جبتهم برضو ليا وايه والحبايبي. فهم بيبقوا بروايح البرفانات، فكان كل واحدة بريحة برفانة معينة. يعني مثلا شايفين دي اهي بريحة البرفانة دي، ودي كده ماشي، كل واحد بريحه معينه. ثباتهم مش اقوى حاجه، احنا انا جربت الثبات بتاعهم مش اقوى حاجه، هو مثلا برضو ايه 4 5 ساعات وخلاص. يعني دي اللي هي بتترش على الجسم، برشها على الجسم، او لو انت ما بتحطيش برفان وانت خارجه الشارع بترشيها على هدومك، بتكون بس ريحه هدومك متعطره. تمام، فانا جايباهم عشان كده. تمام، فهم كانوا السته بالشنطه دي السته ب 40 جنيه، فكان سعرهم طبعا تحفه جدا. انا احط ايدي بقى واللي يطلع. جبت بقى الماسك بتاع القدم ده، وده بقى نستنى عنه فيديو عشان اكيد هجربه واقول لكم رايي فيه ايه. ده اللي هو الماسك اللي بتلبسيه وبعدين يبدا ان هو جلد رجلك يقشر، يقعد يقشر لحد ما يبقى زي البيبي، رجل البيبي كده، يبقى تحفه كده ويعني كويس. تمام، هو ده. كنت جايباه ده ب 15 جنيه، جبته ب 15. طلع معايا توك، استنى خلي ده شويه. جبت التوك دي، بص التوك قمر ازاي، شايفين التوك القمر دي؟ بصوا كل دول الاربعه دول ب 10 جنيه. بصوا عامله ازاي التوكه، بصوا قمر تحفه، انا جايباها طبعا لبنتي. وبصوا التانيه جميله جدا، الاربعه دول جبتهم ب 10 جنيه. التوك دي بقى التانية دي، بصوا هي عبارة عن توكة اهي، توكة استك ولازق فيها البتاع العسل دي، تعملي بيها دول حصان لبنتك يعني. وبعدين جاي معاها دي بقى عشان خاطر تلمي بيها شعرها. بصوا كيوت قوي، الاتنين دول جبتهم ب 5 جنيه. استنى هقول لكم ده بعدين. ده انسيال، جبت الانسيال ده ب 5 جنيه. بصوا عامل ازاي، بصوا تحفه ازاي ب 5 جنيه. استنى اوريه لكم على ايدي عامل ازاي. بصوا شكله قمر ازاي، عسول جدا وب 5 جنيه. ما بيجي بقى كده ب 5 جنيه بس، جميل جدا ما شاء الله. والموزه دي جميله قوي فيه، بصوا عامله ازاي، حلو قوي، عجبني جدا. انجب تمام، ادي وحش شايفين دي، استنى اطلعها لكم عشان تشوفوها. ده اللي هو الحلق بتاع المناخير من غير ما تخرمي مناخيرك. بصوا اهو هو كده، هو بتحطيه في مناخيرك بس من غير ما تخرمي مناخيرك. كنت جايباه النونه ده ب 5 جنيه، انا استغليته بس ب 5 جنيه برضو يعني. فده ب 5 جنيه، بتحطيه كده في المناخير وتبقى ايه، عملتي كانك عملتي بريسنج كده، او ان انت خرمتي وعملتي حلق للمناخير بس من غير ما تخرمي. التوكه دي بقى عجبتني جدا، فكرتني بايام زمان اما كنا بنربط شعرنا بشريطه. فاكرين لما كان اهالينا يعملوا لنا ديل حصان ويربطوا لنا فيه شريطه؟ هو ده بالظبط كده، تقومي عامله ديل حصان، تحطي تعملي ديل حصان ويبقى نازل كده مع شعرك الديل حصان ده، نازل بقى الشريطين دول. انا جايباها بنتي، هي برضو هلبسها برضو عادي قشطه، بس الصراحه انا جايباها لبنتي، شكلها قمر قوي. العقد ده، العقد ده انا لبسته خطير خطير ب 10 جنيه. ده اسمه البتاع بتاعه اسمه اسمه ايه، جامايكا، رابر جامايكا. تمام، بص هو كده وبينزل معاه الدلة ده، هو بيبقى على قد رقبتك بس، يعني مش هيبان متطرحه ويتلبس في البيت، بس بيبقى على قد الرقبه، شكله قمر، جميل جميل جميل، وعلى البيجامات بيبقى شكله خطير ب 10 جنيه. انا اصلا لو لقيت دوت فرد هجيبه واعمل منه سلاسل تاني كتير. بقى البتاع بتاعت كارتيه دي، اللي هي الغويشه بتاعت كارتيه دي، بس دي بقى ذهب صيني، اللي هو الذهب اللي ما بيغيرش ده، جبتها ب 50 جنيه. دي اللي هو الذهب اللي ما بيغيرش، الذهب الصيني اسمها، بتاعت كارتيه، كانت نازله موضه كده وانا اللي متاخره فيها، بس جميله قوي. في كان في منها البرونزي وكان في منها الفضه، بس انا عجبني اللون الذهبي قوي، شكلها قايم جدا على الايد على فكره. استنوا هخلي المكياجات في الاخر. بصوا كمان التوك دي، التوك دي ب 5 جنيه. بصوا اللي هي بتبقى كليبس من ورا دي، بتبقى كده
جبتها عشان خاطر لشعر بنتي. بص شكلها قمر ازاي. وكمان شايفين دي السلسلة اللي هي الدورين، جبت السلسلة الدورين دي بعشرة جنيه. ده تلات، ده كده دور، استنوا مش دورين بس، استنوا بصوا الدور الكبير اللي هي العملة، وبعدين الدور اللي بعد كده خرزة كده، وبعدين الاتنين قد بعض عاملين يعني سلاسل ايه انسيالات صغننة خالص كده، بس شكلها حلو جدا جدا، وانا متأكدة ان هي في اللبس هتبقى شكلها تحفة. بصوا عاملة ازاي. بس يا يوسف انت وصير اهي، دي بعشرة جنيه كلها، بعشرة جنيه والله السلسلة الواحدة ما هيباعها بعشرة جنيه. بصوا جايباها كلها بعشرة جنيه، جميلة جدا وعجبتني جدا، والصراحة خسارة ان انا ما جبتش منها كذا واحدة. ده بقى الانسيال ده عجبني جدا لانه يعني ده رقيق شوية، ده رقيق، لا ده لا مش رقيق بقى، ده شوية كتير، ده تلات حاجات اهو، بيبقى ده كده. بصوا ده كده اهو عامل زي الجنزير شوية، واحد زيه والتاني ده كده، ومن الناحية التانية الطرف التاني في دلاية لولي كده، دلاية لولي اهو، فهو كبير مش صغير، لا كبير، بس عجبني برضو. ساعات بتبقي عايزة تلبسي حاجة برضو واضحة كده مش رقيقة، ده جبته بعشرة جنيه برضو. الانسيل ده جبته تمام. تعالوا بقى نخش على المكياجات. اول حاجة جبت الاتنين دول، دول اللي هي الارواج الكوري اللي نازلة كوري جديد اهي، الواحدة منها جبتها بخمستاشر، جبت الواحدة بخمستاشر. ده بيدي لون برتقاني وده بيدي لون بينك على احمر شوية، يعني ده لونه اقوى لكن ده لونه اورنج شوية. تعالوا اجربه لكم، هو مش بيظهر يعني مرة واحدة، ترطيبهم عالي جدا على فكرة وبيثبتوا حلو، بس ده ثباته اكتر، ده بيثبت اكتر شويه من التاني. بصي بنتي عملت فيه اول ما شافته اهو، هسيبهم لكم شويه هتحسوا بالفرق، ده اورنج شويه وده، استنى احاول اعلي لكم الاضاءه، شايفين الفرق، تحس ان ده على بينك محمر بس هو هي لسه هيظهر لونه، وده على اورنج بس ده لونه هيبقى اقوى من ده. هتشوف جبت بقى ايه ارواج. بصوا جبت الثلاث درجات دي، كل واحد من دول جبته بعشرة جنيه اهو، يعني هما طبعا مش ماركات خالص بس قشطه عادي يعني. ده لون احمر فاقع، وده لون يعني كانه بني بس محمر، وده لون بني صرف. هجرب لكم درجاتهم دلوقتي. بصوا ده اللي هو ده الماركه بتاعته، ماشي. استني توتو اهو، اولا كلهم ثابتين وكلهم يعني بيقلبوا مط كده، بس اهم حاجه انهم ما بيلزقوش. بص الدرجه دي حلوه جدا، هي بني بني يعني. وبعدين ده النوع الثاني اللي اسمه نود ده. استني يا سيرة، انا هدرج من تاني. لا يا ماما استني، بصوا ده قلت لكم بني بس تحسوا ان هو شويه في بينك، يعني شويه يعني شويه فاتح شويه، او فاهمين اهو. وبعدين الدرجة التالتة احمر احمر، يعني بعشرة جنيه برضو، كل واحد فيهم بعشرة جنيه اهي. تمام اهو كده، دي التلات درجات، ثباتهم التلاتة خطير، وشايفين طبعا البيج بنت بتاعتهم قوي جدا الصراحة، حلوين قوي. وبعدين جبت ايه تاني، جبت مسكرة للحواجب برضو بعشرة جنيه، جبتها بعشرة جنيه. ثباتها فعلا 24 ساعة زي ما هما بيقولوا، بتثبت جدا جدا جدا، في منها درجات كتير بس انا جبت الوسط، ولا جبت الغامق قوي ولا الفاتح قوي، جبت الوسطية يعني اهي، عشان طبعا انا مش فاتحة مش شقرة، فاللي هي الدرجة دي الغامقة شوية كده. اخر حاجة جبتها المسكرة دي، كلكم اكيد جبتوها وعارفينها، المسكرة دي بتاعت ام ان، بس اللي هي الذهبي اللي هي دي، هي مش بتكثف يعني، انت لو عايزه تكثفي رموشك لا مش هتتكثف دي، لو عايزه رموشك تبقى طويله او تبقى باينه بس من غير ما حد يعرف ان انت حاطه مسكره،
بصوا اهي هي دي، هي مش بتعمل اي حاجه خالص في الرموش، الا انك مثلا انت عايزه تحسي بس ان رموشك باينه، تطوليها بس شويه بس من غير ما يبقى في تكتلات ولا يبقى باين جدا ان انت حاطه ماسكارا. لا يعني انا اللي بيشوفني بيبقى يقول لي ان انت عينك مصحصحه، بس ما بيبقاش عارف ان انا حاطه ماسكارا، فاهميني؟ هي دي الفكره، انا بحطها وانا خارجه يعني، بس من غير ما ابقى شكل ان انا حاطط. لما بتيجي تنزل بتنزل متفتفته، بتنزل متبروله، مش بتنزل سايحه وتلطخ تحت عينك، لا بتنزل متفتفته. فحلوه جدا دي، كنت جايباها ب 35 او 30 مش فاكره، يعني 35 يا 30 مش فاكره. بس كده يا بنات، دي كده كل الحاجات اللي انا جبتها، يا رب اكون قدرت افيدكم باي حاجه. لو حابين اعمل ريفيو عن حاجه، بس انا بتهيألي كده عملت لكم ريفيو عن كل حاجه، قولوا لي ايه رايكم، والحاجه كده غاليه ولا اسعارها حلوه. طبعا طبعا ان شاء الله هعمل لكم ريفيو عن ماسك الرجلين ده باذن الله. سلام عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي.